هذا البرنامج برعاية اليوم في هذه الحلقة نحن نحاول أن نفتح أحد أهم الملفات الشائكة على مستوى التعليم. اليوم نحن نتكلم عن المباني المدرسية، ملف ثقيل وملف به العديد من الإشكاليات. نبدأ الحلقة بالعديد من الأسئلة. بسم الله. السؤال الأول، لماذا لا زالت لدينا اليوم في العالم العربي وفي الخليج بالتحديد ما يعد بنسبة 38% من المباني المستأجرة؟ أليس غريباً اليوم رغم المليارات التي تصرف على التعليم نجد لدينا مباني متهالكة ومدارس غير مجهزة وفصول متكدسة بالطلاب في عدد ما يقارب 40 و50 طالب؟ ليش؟ لماذا اليوم تفقد كثير من مدارسنا للتجهيزات المخصصة للطلاب، الملاعب الخضراء، معامل الحاسب الآلي، معامل العلوم، معامل التربية الفنية المجهزة بأحدث الإمكانيات؟ لماذا لا نجد ذلك في المدارس الحكومية؟ لماذا اليوم نلاحظ أن عدد المشاريع التعليمية والمباني التعليمية المتعثرة في عام 1433 بلغ النصف؟ أخيراً، السؤال الذي يطرح بالبونت العريض، متى ستصبح مدارسنا بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب؟ لما نتكلم اليوم عن المباني المدرسية فنحن نتكلم عن المكان الذي يقضي فيه الطالب ما قرابة 12 ساعة داخل هذا المكان، هذا المكان الممل. العملية التعليمية قائمة على 4 قوائم: المعلم، المنهج، الطالب، المباني المدرسية. في دولة مثل اليابان يعتمد 80% من المجتمع الياباني على تدريس أبنائه داخل مدارس حكومية للحصول على تعليم متميز وراقي، بينما لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي أو في المجتمع الخليجي بالتحديد ما قرابة 70% يدرسون أبنائهم داخل مدارس خاصة للحصول على تعليم متميز وأكثر رقية. إحصائيات مهمة تجعلك تفهم مدى الكارثة التي نعيش فيها داخل التعليم. ميزانية المملكة العربية السعودية في عام 1434 بلغت 210 مليارات ريال سعودي. ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة في نفس العام بلغت 10 مليارات درهم إماراتي. ميزانية دولة قطر بلغت 26 مليار ريال قطري في التعليم، بينما الميزانية العامة لليابان 930 مليار. إذا جمعنا ما أنفقناه في التعليم في عام 1434-1433 نجد أننا صرفنا ما يقارب الربع من ميزانية اليابان في التعليم. أحد الدراسات، لا أقول العربية ولا الخليجية، إنما أقول أحد الدراسات العالمية، تقول أن الخليج العربي بحاجة إلى أعمال شاقة وجهود جبارة لحل مشكلة المدارس والمباني الحكومية. وأزيد أنا من عندي قضية مهمة جداً، أن مدارسنا غير مجهزة للتوسع والنمو السكاني. المباني المدرسية هي مشكلة يتحدث عنها التربويون كثيراً، ويتحدث عنها أيضاً الكتاب في الصحف حول المباني المدرسية ومدى ملائمتها لممارسة كل الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية والعلمية. ربما بعض المدارس الكبيرة المجمعات تجد فيها ما يمكن أن يكفي ولو بصورة جزئية،
أعتقد أن هناك الآن نماذج جديدة لمباني مدرسية، وخاصة من خلال هذه البرامج الجديدة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم أو الداخلة تحت مشروع تطوير التعليم، أن هناك نماذج للمدارس ستكون جيدة وتحوي كل الأنشطة، ويمكن من خلالها فعلا أن تكون مباني مدرسية ملائمة وبيئة يستطيع الطالب من خلالها أن يشبع كل حاجاته المختلفة. هذا البرنامج برعاية اليوم عندنا تجربة متميزة جدا قد تقدمها لنا مدارس الحصان، تجربة جدا متميزة من ناحية الأداء، من ناحية التجهيزات، من ناحية ارتباط الباصات، من ناحية متابعة الباصات والسفتي. معايا الأستاذ الجميل والرائع الأستاذ أحمد سرور، سعيدين بك يا أستاذ أحمد. يا هلا، يرضى عليك يا رب. ادونا المفاجآت، ادونا الحالات الحلوة اللي عندكم. مجموعة السائقين لدينا في مدارس الحصان تم اختيارهم وفقا لمعايير وشروط تتناسب مع طبيعة عملهم مع طلاب وليس مع أي شيء آخر. يعني السائق في أي مكان آخر ينقل بضائع، ينقل شيء، يختلف طبيعة عمله عندنا في المدارس لأنه بيوصل طلاب. إيش نظام السيفتي الموجود عندكم؟ وفرنا أجهزة جي بي إس في جميع باصات المدارس. عن طريق جي بي إس يتم إرسال رسالة إلى ولي الأمر بمجرد اقتراب الباص من المنزل. حلو. تأتيه رسالة لقد اقترب حافلة ابنكم إلى المنزل. نبغى نوري الجمهور الآن كيف نظام الجي بي إس الموجود في الباص. عم ظافر أو أبو ظافر الآن حيطلع بالباص على منطقة معينة، وإحنا حنتواصل معه عن طريق غرفة العمليات. خلونا نشوف، يلا بسم الله. طيب إحنا الآن دخلنا مع الأستاذ أحمد سرور، حتى الآن نشوف إيش اللي قاعد يصير. أحمد الآن طريق الموقع بتتبع خط سير الباص، والحين هو طلع من مدرسة الحصان الثانوية. حلو. الحين بتصل عليه بشوفه وين وصل. انت الان في السيستم فين معطيك؟ معطيني انه عند العثيم مول. يلا وينك الحين؟ انا عند العثيم مول. طيب ترى اخ علي، انت تسجل عليك مخالفه تجاوز سرعه. ما قلتوا تحاولوا تسوون شراكه بينكم وبين التعليم؟ احنا على استعداد للتعاون في اي شيء يعود على مصلحه الطلاب. خذوا الآن من أحمد سرور. أحمد سرور بالنيابة عن مدارس الحصان يقول اليوم يا جماعة هم جاهزين في مدارس الحصان لعقد أي شراكة مع أي جهة تعليمية في المملكة حتى يقدموا خدمة رائعة للحفاظ على الوطن، للحفاظ على مقدرات الوطن. شكرا اليوم مدارس الحصان. أحمد يعطيك العافية. نحن اليوم من سفراء الحب نرفع قبعة التقدير والإحترام والإجلال لمشروع تطوير الذي يشرف عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يحدث نهضة تعليمية كبيرة على مستوى المباني المدرسية والمناهج الدراسية. فعلا اليوم تقبل المملكة العربية السعودية على نقلة نوعية في التعليم ننتظرها بفارغ الصبر. أحلم أنا في سفراء الحب أننا عما قريب نشاهد مباني مدرسية تكون هي البيئة الجاذبة لأبنائنا الطلاب. تمنيات اليوم لأبنائنا الطلاب أن يقضوا وقتا ممتعا عما قريب داخل مدارسهم. هذا عبد الله السليمان يحبكم. زمرني للعليا والخير شعضيا، نهدي جناح لقنا بتأدب وحياء، سفراء حب لم تزل أثرنا طول الأزال، يا سعد من بعطائه بلغ النجوم، بلغ النجوم وما نزال. تكريمنا تكريمنا صرح رقاب عظيمنا، جئنا لنروي روضه ونقيمه فيقيمنا.